مهرجان برلين السينمائي الدولي افتتح في 5 فبراير الحالي دورته 65 بحضور كوكب من نجوم الفن 7، إضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم برئاسة المخرج الأمريكي دارن أرنوفسكي. فيلم لا أحد يريد الليل لمخرجة الإسبانية إيزابيل كواكسيت كان نجم حفلة الافتتاح، وفيه تلعب الممثلة الفرنسية جولييت بينوش دور البطلة جوزيفين. أنا لا أختار العمل في فيلم ما لأن المخرجة امرأة أو رجل، بل لأنه فنان، وإيزابيل كواكسيت هي فنانة حقيقية. فيلم لا أحد يريد الليل يروي لنا كفاح جوزيفين، زوجة مستكشف القطب الشمالي في القرن 20 روبرت بيري، الذي آثر العيش في الثلوج القطبية على حياة الرفاهية في مدريد. الفيلم صور في قرية فينس النرويجية النائية. Our flag will fly once again on Terra Incognita. I've been coming here for 17 years. I lost 2 ships. We all know where we are. إذا تطلب مني تصوير فيلم ما أن نكون في البر دون مرحاض ودون أكل أو قهوة، سنفعل ذلك، ولكن في الحياة الحقيقية لا، في الحياة الحقيقية أفضل الشاطئ. المخرجة الإسبانية إيزابيل كواكسيت شاركت 6 مرات في مهرجان برلين السينمائي، كما كانت عضوة في لجنة تحكيمه في العام 2009. فيلمها لا أحد يريد الليل هو واحد من ضمن 19 فيلما تتنافس هذا العام على جائزة الدب الذهبي.